السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. الموضوع تاعنا وهي مفاجآت مدوية في تصفيات الكار، يعني بسبب السودان وغانا. حنا قبل نبداو بالموضوع، ماذا بكم جماعة؟ عطونا بارتاج، بارتاجونا ماكسيموم باش نطيحوا كاع التبليغات لي كما نقولوا حنا هلكو القناة تاع شوبير ديزاد. بارطاجوا الماكسيموم جماعة، وماذا بكم تفعيل الجرس، راكم تشوفوا كيفاش السينيال راه بزاف الله غالب. الا القناة تاع شوبير اللي ما تمشيش معاهم، ما تقولهمش باللي الماتش تعاود، وما تقولهمش المدرب الاخر حقروك وخليتوه. هذا هو الهيشر، مازال كما يقول لك العشبة النائمة، الخلايا النائمة، مازال مساكين يقارعوا ويتلذذون باش يشوفوا الجزائر تخسر. كيما نهار اللي خرجوا ولاو يرقصوا، فما ولاو يبارطاجوا، يعني حاجة كبيرة كاع واحد ولا يرقص، بارطاجوا على خسارة الجزائر، بارطاجوا بسبب ماذا؟ فرحة على خسارة الجزائر. هذه هي، ماذا بكم توبا جماعة، عاونونا بالبارطاج. وين بات تواجد المنتخب الغاني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 شبه مستحيل، بعدما أنقذ يعني للهزيمة يعني أمام نظيره السوداني بهدفين لصفر يوم الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من التصفيات، وسجل هدفي المواجهة والتي جرت بمدينة بنغازي الليبية أحمد حمد في الدقيقة 62 ومحمد عبد الرحمن في الدقيقة 65، وسط فرحة عارمة للشعب السوداني والذي عادت له البسمة ولو قليلا باقتراب تأهل صقور جديان للكان، وسط حرب طاحنة منذ سنة 2023 أدت لمقتل الآلاف. إن شاء الله هذه فانيك بلاد نحسبوها باللي بلادنا، وهذو خاوتنا اللي نتمناو يعني ربي كما يقول لك ينشف الدم. هذا مكان في المقابل، يعني مقابل اصبحت مهمه نجوم السوداء صعبه جدا في التاهل للحدث القاري المقبل، في مفاجاه مدويه خلال هذه التصفيات، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط وبفرق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني السودان صاحب 7 نقاط، فيما ضمن المتصدر المجموعة السادسة أنغولا التأهل رسميا. وسيكون زملاء المهاجم المتألق مع نادي ويست هام محمد قدوس بحاجة لمعجزة، وذلك بتحقيق الفوز في مقابلتين متبقيتين من التصفيات يعني أمم يعني أمام أنغولا والنيجر، وانتظار خسارة المنتخب السوداني في مقابلتين ضمن الجولة 5 و6 في شهر نوفمبر المقبل. أنا واحد من الناس أتمنى الفوز المنتخب السوداني يعني في مبارتين اثنين، يعني أمام اسمها أنغولا والنيجر، نتمنى لهم الفوز، يعني فرحة لهذا المنتخب العربي والمسلم، يعني نتمناو فرحة المنتخب العربي والمسلم. أنا فرحت 2-0 والله فرحنا، راك تشوف كيفاش وين منتخب يعني يعيش في حرب طاحنة لا استقرار، حتى ما لعبش في بلاده، يعني وين الفرحة تاعهم تفرح معاهم، على بالك تفرح معاهم، كي تسيبهم فرحانين تفرح، كي تسيبهم فرحانين تفرح معاهم، خاطش علاه جرح كبير راه فيهم ساكن، يعني راه يمدوا بين بطرواح حرب طاحنة ماتوا فيها الآلاف. اللي يتمناو ربي يجيب الصلاح بيناتهم والصلح، يعني بين هذو المتضاربين على السلطة على الكرسي، الآلاف تموت بسبب ماذا؟ بسبب يعني كاين عوامل بزاف. ويعتبر المنتخب الغاني من كبار القارة السمراء، وتوج بكأس إفريقيا في 4 مرات، كان آخرها سنة 1982، ورغم الغياب التاج القاري عن خزائن أكثر من 40 عام، إلا لا أقل من 40 عام، أقل أكثر من 40 عام، واه 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 فايت 40 عام، حق المغرب 50 عام، المغرب قريب تلحق 50 عام. إلا أن المنتخب المدجج بالنجوم نادرا ما يغيب عن النهائيات، كما أنه يصل
إلى الأدوار المتقدمة في من منافسات، وسيكون الغياب عن أكبر حدث كروي في القارة السمراء بمثابة كارثة وطنية في البلاد والذي يتنافس الكرة القدم. ويلعبوا كوب دي موند، لعبوا كاردو فينال كوب دي موند في هذه 14 عام، راهم لعبوا كاردو يعني 14 عام، لعبوا نهائي أمام مصر 2010، لعبوا نهائي أمام مصر ولعبوا كاردو فينال كوب دي موند، كانوا غادي يروحوا للفينال. أنا نأكد لكم 2010 غانا 2000 كوب دي موند كانوا غادي يكون ربحوا، كانوا لولا الفيناتي اللي ضاعت يعني وخسروا بالي فيناتي كانوا يروحوا للفينال. 2014 راحوا يعني وين وصلوا فانيك راحوا للكوب دي موند. 2018 منتخب غانا يعني قضية راهي مرض راه الداخل عندهم، مرض كبيرة عندهم أولاد. أنا نقول لكم مرض كبيرة، شو كيفاش يعني مش قضية تاع نجوم، لا قضية قضية تاع مرض، مرض وصحيح مرض قضية. إيوا بصح سمحوا لي جماعة، راني نشوف دروك لهنا يقول لك رسميا الكاف يلغي مباراة، يعني تلغي مباراة، شكون تلغي مباراة؟ هذه حقرة، هذه حقرة، تشوف حقرة كي دايرة. رسميا الكاف يلغي مباراة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، تعطوا 3 بوا ليبيا، تعطوا ما فهمناكمش، تعطوا 3 بوا نيجيريا، سهلة هذه. هاد الأمور كاينين، تروح تصيبهم يسراو الصوالح. ويقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا والتي كان من المقرر أن تجري مساء يوم الثلاثاء. ضمن الجولة الرابعة لتصفيات مؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وجاء قرار الكاف بعد مغادرة بعثة المنتخب نيجيريا مساء الاثنين العاصمة الليبية، والذي واجه صعوبات بعد وصوله مطار أبرق تتعلق بتعديل مسار رحلته بجانب تعطل إجراءات داخل المطار، ليقرر المنتخب عدم خوض المباراة. وتحققت يعني لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في جميع يعني ملابسات قبل اتخاذ إجراءها ضد أطراف التي يعني يثبت انتهاكها اللوائح والقوانين الخاصة للكاب. يعني بين يحقروها، بين بلي يحقروهم بين. عرفتوا كيفاش؟ باينة بلي حقروهم. واستنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم تصرفات المنتخب نيجيريا والذي حل بأرض ليبيا لخوض مباراة يعني في الجولة الرابعة. عرفتوا كيفاش؟ ونشر الاتحاد الليبي بيان على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي أبرز من خلاله استعداده لاتخاذ إجراءات تخدم مصالح المنتخب والكرة الليبية بشكل عام. يستنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم إجراءات التي اتخذها الاتحاد النيجيري لكرة القدم برفضه خوض مباراة يعني ليبيا ونيجيريا من التصفيات. باينة بلي حقروهم، يحقروهم خاصة وين شو كيفاش؟ بصح غانا كارثة، غانا كارثة خويا، غانا كارثة 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 كيما نقول كارثة وطنية. ما تأهلش، ميم غانا مليحة كي تأهل، مليحة مليحة مالغري أن إن شاء الله بربي السودان، بصح غانا مليحة كي تأهل. غانا مليحة كي تأهل، ماشي سهلة خويا. غانا اسم كيما يقول لك رقم ليميرو، كيما نقولو حنا غانا ما تأهلش، ليميرو ناقص اللي شغل 1 2 3 4 5 6 7، ما تصيفش 8 9 10 كيما هاكا. غانا مليحة تأهل أصاحبي.
مليحة غنتأهل مليحة على الله ما نعرف. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.